بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، جمهورنا الكريم، لازلنا نتواصل ودائما نتواصل مع جديد هذا الميدان. ضوء التاريخ، ضوء الذي دائما هنا في هذا الموقع نسير بالشه في المركز الاول مع سعيد بن عبد الله بن محمد بالهلي، بينما اللي في المركز الثاني الشهنية احمد بن هلال بن احمد ابو ابراهيم بينتقل وياكم الى سماري على ثالث المراكز، وتعود ملكيه سعيد محمد بن علي بن علوان رابع المراكز. هناك تاتينا كسابه لمحمد بن خليفه بالهول، بينما اللي في المركز الخامس هناك تتواجد معانا هملولي سعيدي مع بن عبيد محمد الفلاسي. هكذا كانت نتيجتنا للخمس المراكز، ولكن ايضا خلف الخمس ايضا اسامي شعارات لها صوله وجوله في هذا العالم. ونسير هناك مع بلشه في المركز الاول، بلشه مع المركز الاول مع كمبيوتر الخليج للسيد سعيد بن عبد الله بن محمد بالهلي. ما شاء الله، الله على هذا الاداء الجميل، هذا الاداء المميز الشهرية. احمد بن هلال ابراهيم على المركز الثاني ثالث المراكز. هناك شعار ثمينة لمحمد بن خليفة ابو الهول. السبوق دائما تعرف موقعها ايها الاخوة، تعرف مركزها، فما شاء الله دائما نقول على هذا السير الجميل، هذا الاداء المميز. شكرا يا ابو شهاب، شكرا يا ابو عبد الله على هذا الاداء الجميل. سعيد بن عبد الله بن محمد بن هلي هنا بقيادة احد الشباب، احد كمبيوتري هذا العالم الجميل ابو محمد، فنقول دائما شكرا في هذه اللحظات. المركز الثاني احمد بن هلال بن احمد بن ابراهيم ثالث المراكز. وين المركز الثالث؟ ابعيد عني ثلاث المراكز. تهانينا والناموس وسلام عليكم يا هالي الخوانيج، سلام عليكم كافه وين ما يسكن سعيد بن عبد الله بن محمد بن هلي بمناسبه فوزه بالمركز الاول. فشكرا يا ابو محمد على هذا الاداء الجميل. كمبيوتر الخليج هنا مع الكمبيوتر الثالث ثاني والناموس. المركز الثاني احمد بن هلال ابراهيم، المركز الثاني احمد بن هلال ابراهيم ثالث المراكز لمحمد بن خليفه بالهول. المركز الرابع مطر بن علي بن واس، خامس المراكز محمد بن عتيج المقعودي. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه للمراكز، دعناها عليكم بالهول تمام. والتوقيت يتحطم دقيقتين 12 ثانيه جزء واحد من الثاني. تهانينا والناموس السيد سعيد بن عبد الله بالهلي بمناسبه فوز بالشه في المركز الاول في هذه اللحظات الوصول، والى الشوط القادم ان شاء الله.